الدورة الخامسة والأربعون لأكاديمية المملكة المغربية التي تتمحور حول موضوع أمريكا اللاتينية كأفق للتفكير، فضاء ثقافي للنقاش حول التحديات المطروحة والروابط الحضارية والسياسية والسوسيو اقتصادية التي يتقاسمها المغرب مع بلدان أمريكا اللاتينية، حيث توقف المشاركون عند ضرورة تعزيز الانفتاح على هذه القارة، ما سيمكن من تقريب وجهات النظر والاستفادة من تجاربها على مستوى إرساء الديمقراطية والتحول نحو نماذج مستقرة سياسيا واقتصاديا. تخصيص هذه الدورة لأمريكا اللاتينية يعكس إرادة أكاديمية المملكة في ترسيخ الانفتاح على آفاق جديدة والحوار المعمق مع العالم وتكريس التنوع الثقافي والتلاقح الحضاري.